موتوسيكلات لوت ب 7000 جنيه وب 8000 جنيه، متخيل؟ متخيل ان في موتوسيكل لوت ب 7000 جنيه و8000 جنيه؟ ايوه في، بس تعالى اما اقول لك الموتوسيكل ده في ايه؟ الموتوسيكل ده اقل حاجه علشان يشتغل هيحتاج له سكه 5000 جنيه 4000 جنيه، يعني هيبقى واقف عليك ب 12000 جنيه تقريبا، ممكن يحتاج فرد الكاوتش، ممكن يحتاج بطاريه، يحتاج مارش، يحتاج عداد، يحتاج ضفيره، حاجات كده قطع غيار علشان يشتغل تاني. طيب القصه فين بقى؟ القصه في حاجه مهمه عايز اوضحها لك، ان الموتوسيكلات ديت لوت لا يرخص. لوت لا يرخص يعني الموتوسيكل انت واخد ورق لوت، يعني لو اي ضابط قابلك هياخده منك، يعني ما يستاهلش اساسا ال 7000 جنيه ولا ال 8000 جنيه. حبيت اوعي الناس من الموتوسيكلات ديت علشان ما تدفعش فلوسك في حاجه ملهاش لازمه. واقول لك انت لو طلعت بيه وظابط قبلك هياخده منك، او اي كمين هياخده منك، لانه ملوش ورق، ولو ورق ان هو لوت لا يرخص، المطور المرور ما بيعترفش بيه. طيب عايز اوضح لك حاجه كمان مهمه جدا، ان ما ترميش فلوسك في حاجه زي كده، هتجيبه تشغله في عزبه، تشغله في غيط، تشغله في الكلام ده ماشي، لكن تمشي بيه على الطريق صدقني ملوش ريحه اللازمه، خساره ان انت تدفع فيه 5000 جنيه او 3000 جنيه، خساره. لكن هروح لاي تاجر اللي هو عنده موتوسيكلات اللوت ده، اقول لك ده انت واخد ورق مني اهوت، تخش على ابدع ظابط مش هيقول لك حاجه، ده علشان يبيع لك، علشان يبيع لك، هقول لك انت تبع المعلم مش عارف مين، المعلم مين، المعلم عبد الغفور البرعي، صدقني الظابط لو قابلك بالورق ده هيقول لك اساسا هو لوت لا يرخص، يعني احنا ما بنعترفش بيه، فعلشان ما تدخلش نفسك في مشكله.